شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني صحة إفريقيا تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. وتشهد الفعاليات المقرر انعقادها خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو مشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد على 1200 متحدث. ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت 3 يونيو 2023، والذي أدى إلى وفيات من أفراد تأمين الحدود. وقد أكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء عقب صدور قرار بإعادة تشكيلها. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل الاجتماع الأول للجنة الطبية العليا والاستغاثات بعد إعادة تشكيلها إلى جهود اللجنة في الاستجابة للمواطنين، مشيدا بما يتم من تنسيق وتعاون بين اللجنة ومختلف الجهات المعنية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة للمواطنين. قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في منطقة خيتسون الأوكرانية. وأضافت القيادة أنه يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكمية المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق. أكد خورخي ميسي والد ليونيل ميسي رغبة نجله في العودة إلى برشلونة الإسبانية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي. وقال خورخي ميسي بعد اجتماعه مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا: ليونيل يرغب بالعودة إلى برشلونة وأحب عودته للنادي. ودارت الكثير من الشائعات بشأن إمكانية انتقال ميسي إلى الدوري السعودي لتمثيل نادي الهلال في الوقت الذي ترك برشلونة باب عودة أسطورته مفتوحاً.